جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عوض ميم سين بعث يسأل ويقول: أقول في صباح كل يوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة بكل كلمة منها أقولها صباحا ومساء، فهل هذا من السنة الصحيحة؟ لأنني دائما في كل يوم محافظ على هذا ولا أخل به أبدا، أرجو توجيه جزاكم الله خيرا. هذه الكلمات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر منها المسلم في الصباح وفي المساء وفي ما تيسر من الأوقات من غير التزام بعدد معين، لأنه لم يدل دليل فيما أعلم على التزام عدد معين في هذه الكلمات، إلا ما ورد في أن من قال لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة فإنه تغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد تحديده بما هو قول لا إله إلا الله فيما أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أتى الإنسان بالأذكار المشروعة عقب الصلوات وأراد أن يدعو، فهل يدعو قبل تلك الأذكار أو بعدها جزاكم الله خيرا؟ الأولى أن يأتي بالأذكار المشروعة ثم يدعو بعدها بما تيسر. نعم.